بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 11 من الكتاب 63، كتاب مناقب الأنصار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. الكلام هنا موجه لمين؟ لأولي الأمر اللي هيتولوا أمر المسلمين بعد النبي ويتعاملوا مع الأنصار. فبيقول لهم اقبلوا من محسنهم إحسانه وتجاوزوا عن مسيئهم، يعني لا تعاقبوهم حتى لو أساءوا. دي كلها وصية كبيرة للأنصار. والإنسان لا يوصي إلا لمن يحب، فدل على أن النبي يحب الأنصار صلى الله عليه وآله وسلم، وهنيئا لهم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه الحديث 46 بعد 803,000، قال: حدثني محمد بن يحيى أبو علي قال: حدثنا شاذان أخو عبدان قال: حدثنا أبي قال: أخبرنا شعبة ابن الحجاج عن هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. يبدو أن الأنصار كانوا مشتاقين لمجلس النبي منهم، لأنه في مرض وفاته جلس في حجرته مريضا، فكان لا يخرج إليهم، فاشتاقوا إلى مجلسه. فهمت إزاي؟ فلما وصل الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس مشتاقة لمجلسه، فتحامل على نفسه وعصب رأسه من الصداع والحمى، وخرج ووقف على المنبر يخطب صلى الله عليه وسلم. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، اللي هو سيدنا مين؟ أبو بكر. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم. يبقى دي كانت خطبة، آخر خطبة خطبها النبي في الناس على المنبر. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. ودي من الألفاظ اللي النبي استعملها، ما فيش عرب استعملها قبله. دي من النبي كده ليه ألفاظ محدش استعملها قبليه، جمل كده، جمل نبوية شريفة. زي مثلا يقول لك: البلاء موكل بالمنطق. دي كلمة نبوية شريفة محدش قالها قبله. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، محدش قالها قبله. يا خيل الله اركبي، كلام محدش قاله قبله. يعني النبي ليه كلمات كده جمعها ابن دريد، جمع الكلمات النبوية التي استعملها ولم يستعملها عربي قبله، لا في شعر ولا في نثر ولا في أي حاجة. فهمت إزاي؟ من بينها دي الكلمة دي. فبيقول إيه؟ فإنهم كرشي وعيبتي. يعني إيه كرشي؟ كرش الرجل اللي هو بيحط فيه الأكل. الأكل ده بيتولد منه العافية والصحة والقوة. فكان بيقول هم دول كرشي، يعني غذائي وقوة بدني. شوف قد ايه الكلام بقى، يعني منزلة الانصار من النبي. هم وعيبتي، يعني ايه خاصتي؟ عيبة الرجل هو خاصة الرجل. عارف خزانة، الخزانة
اللي تحطها في حجرة نومك خاصة تضع فيها كل غالي ونفيس ومفتاحها معاك انت بس، هي دي اسمها العيبة، يعني خاصة خاصة الرجل. فهمت ازاي؟ فإنهم كرشي وعيبتي، يعني محل قوتي وغذائي وعافيتي وإيه وأهل خاصتي. فما فيش بعد كده بقى حد، يعني لم يتصور حد يسمع الجملة دي، فوجئ الناس بيها، النبي فاجأ الناس بيها لبيان مقام الأنصار. فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم، يعني إيه أدوا ما عاهدوا الله عليه من نصرتي وإيوائي والمحافظة علي والاستجابة لدعوتي ومصارعة إجابة أوامري، وضحوا بالإيه بكل نفيس، يعني إيه أدوا الذي عليهم، قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم من حقوق بقى، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل اللي هو إيه حنظلة الغسيل اللي غسلته الملائكة بعدما استشهد وكان جنبا فسمي إيه الغسيل. حدثنا ابن الغسيل يعني ده إيه حفيد من أحفاده، قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء، يعني عصب بها ايه رأسه عصابة دسماء يعني فيها اثر الزيت اللي بيبقى على الشعر، لان النبي كان بيدهن شعره زيت، فدسماء يعني فيها اثر زيت الشعر، وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وعن أبي قال حدثنا، شوف النبي وصى بالأنصار ووصى بمن تاني؟ بأهل مصر، عشان كده اللي يجي على اهل مصر ما بيكسبش، بكلمك جد، اللي يجي على اهل مصر ليه بقى؟ لان النبي وصى بالانصار، اللي يجي على الانصار لا يكسب، واللي يجي على اهل مصر يتخزل، لان النبي وصى بالانصار ووصى باهل مصر. خد بالك من الحكايه، اهل مصر دول مستاهلين، فهمت؟ ماشيين بوصيه النبي، فاياك حد يجي عليهم، تدعو لهم كده. وعن أبي قال حدثنا ووصى بآل بيته، شوف النبي وصى بمين؟ وصى بآل البيت، وصى بأهل مصر، وصى بالأنصار، ووصى بالقرآن، وأوصى بالنساء، ووصى بالعبيد. فهمت ازاي؟ والخدم، وصى بالحاجات دي كلها، فدول ووصى بالغرباء غير العرب اللي يدخلوا في الإسلام ويأتوا لطلب العلم، وصى بهم خير. فهم ايه؟ فهم وصية رسول الله. شوف وصى بكم حاجة، يعني مثلا النبي وصى بالطلبة اللي بيجوا للأزهر من جميع جنسيات العالم عشان يتعلموا، فلازم أساتذتهم يعملوهم أحسن معاملة، لأن دول وصية النبي. النبي تنبأ بهم وقال إن هيجي لكم ناس من كافة أنحاء الأرض يدخلون في الدين ويطلبون العلم على أيديكم، فأوصيكم بهم خير. فوصى بكل دي. فهمت بقى ازاي؟ فلازم تعرف وصية النبي، يبقى النساء تعاملهم كويس لأن دول وصية النبي. فهمت؟ آل البيت تعاملهم كويس عشان دول وصية النبي. الغرباء اللي جايين يتعلموا العلم تعاملهم كويس وتصبر عليهم عشان دول وصية النبي. كل خادم تحت إيدك بيخدمك لازم تعامله معاملة حسنة، لأن النبي أوصى بالعبيد والخدم. فهمت إزاي؟ وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فلازم تتعاهد القرآن. فهم؟ وأوصى بالأنصار، فلازم تحب الأنصار. وأوصى بأهل مصر، فلازم تحب أهل مصر وتصبر عليهم وتدعي لهم. فهمت بقى ازاي؟
ما انت شوف اما تحب النبي تحب وصيته. شوف انت لما يبقى ابوك عزيز عليك كده وصاك وصيه تفضل طول عمرك بتوفيها لان ابوك عزيز عليا. واحنا ما فيش اعز من النبي عندنا، ده اعز من انفسنا. مش تقول لي ابويا، لما تقول لي النبي عزيز عليك زي ابوك اقول لك ابويا فين يا عم، النبي اعز علينا من الدنيا كلها. فهمت؟ ده من انفسنا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي. كرشي زي ما تقول لك إيه بقى، زي ما قلت لك قوتي وموضع أمانتي كمان وخصتي. فهمت إزاي؟ وسري، موضع سري. وعيبتي اللي هما إيه؟ أهل خصوصي اللي أخصهم بكل مودة وأخصهم بكل نصرة وأخصهم بأفضل دعاء. شفت بقى؟ والناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه كبير الأوس. سيدنا سعد بن معاذ كبير الأوس رضي الله عنه أحد النقباء رضي الله عنه وأرضاه. مات ايه بعد ايه؟ بعد اجلاء بني قريظة لانه اللي حكم فيهم، ومات شهيدا بجرح اصيبه في ايه؟ في اكحله في غزوة الخندق. والاكحل اللي هو دي الحتة دي، شايف؟ عارف المرفق اللي بتتوضى؟ المرفق ده الظهر، المقابل ليه اسمه ايه؟ الاكحل. هنا فهمت ازاي؟ اللي هي الانتيكيوبيتال فصة، بالتشريح اسمها التشريح كده انتيكيوبيتال فوس، يعني الحفره المقابله للمرفق. ادي معنى انتيكيوبيتال فوس. الحفره دي الحته دي فيها شريان رئيسي، تحط ايدك كده تحس النبض فيه، لما بنقيس الضغط بنقيس بيه الشريان ده. سيدنا سعد بن معاذ اصيب ضربه اصابت هذا الشريان. فهمت ازاي؟ فبقى ينزف، وكل ما يكتموه ينزف ويكتموه ينزف. فقعد فترة وبعدين جاله كمان حرارة عالية، يعني تولد خراج وإيه وصديد كبير ياكل جدار الشريان، فما كانش عايز يبطل نزيف. فاهم؟ وكان يعصبه بعصابة، وكان مريض مرض شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب وإجلاء الكفار كادوا كان يدخلوا من جهة إيه؟ من جهة يهود بني قريظة. فالنبي إيه؟ ذهب إلى بني قريظة عشان يحاصرهم علشان يجليهم بعد غزوة الأحزاب. وكان سيدنا سعد بن معاذ مريض بسبب الجرح ده، فلما حاصرهم خيرهم النبي أن ينزلوا على قضاء أحد. شوف النبي كان ممكن يقول لهم انزلوا على قضائي، والنبي مش هيظلم، قال لهم اختاروا من يحكم بيني وبينكم، اختاروا. فقالوا ننزلوا على حكم سعد بن معاذ، لأن سعد بن معاذ كان صديقهم ومتربي معاهم، وكان بينه وبينهم تجارة، فكان عندهم، وكان هو زعيم قومه. فقالوا له سعد هو اللي ايه يحكم علينا ونرضى بحكم سعد. نبينا صلى الله عليه وسلم سأل فين سعد؟ قالوا له مش موجود سعد. قالوا ارسلوا الى سعد لانه كان مريض. فجابوه هو راكب حمار وايه يترنح على الحمار بسبب الحمى والعناء، كويس، ودعا دعوة وهو ماشي قال اللهم إن كنت تعلم أنه لا قتال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموقف مع الكفار فافجرها حتى ألقاك شهيدا. فهمت؟ دعا الدعوة دي. فوصل مريض وتعبان، فأول ما وصل هناك والنبي كان متخذ مكان عند حصارهم مسجد يسجد فيه يصلي، مش مسجده بقى اللي في المدينة. فهمت ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه قال لهم ايه؟ لا سيدنا سعد جاي وتعبان ومستندين وهو راكب الحمار. قال قوموا لسيدكم، قوموا لسيدكم عشان ينزلوه ويجيبوه من على الحمار. فجاء سيدنا سعد وحكم ان تقتل مقاتلتهم وتسبى زراريهم ونسائهم. فهمت ازاي؟ حكم. فالنبي قال له ايه؟ حكمت ايه بما يحكم به الله من فوق عرشه، كويس. ثم دخل خيمته وعملوا له خيمة تمريض كده بجوار المسجد اللي النبي اتخذه بجوار الحصار،
عملوا له خيمة، ودخل خيمته يستريح، فبصوا لقوا الدم منفجر وخارج من باب الخيمة، ومات سعد بإيه؟ من الـ هذا الجرح، رضي الله عنه وأرضاه. باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه وعنه به. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها. حلة حرير، طب هي حرير خالص؟ يبدو أنها كانت إيه، مخلطة بالحرير، يعني فيها مثلا إيه بعض الخطوط حرير وبعضها تانية مش حرير. يجوز لبس هذه الحلة لو كانت كده، يعني إذا اختلط الحرير بالكتان ولم يغلو الحرير يجوز لبسه للرجل. كويس. أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها، يعني يلمسوها كده ويحسوها من شدة إيه نعومتها، متعجبين ويعجبون من لينها. فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لما دليل سعد بن معاذ خير منها أو ألين، اللي في الجنة يعني. ما دليل سعد بن معاذ، والمنديل معروف أن الإنسان ياخد يعني إيه أخس حاجة يتف فيها ويمسح بيها، أخس حاجة. يعني أنت دلوقتي هتجيب أغلى قماش عندك وتعمله منديل تتف فيه؟ ده احنا دلوقتي بقينا نتف في الورق عشان نرميها، صح ولا لا؟ فالمنديل يستخدم ويدل على انه اخس ما يملكه الانسان. فاذا كان اخس حاجه، المنديل بتاع سيدنا سعد في الجنه هو اخس شيء عندكم، الين من دي، يبقى لبس سعد ايه ومقام سعد ايه في الجنه. فهمت ازاي؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها والين. رواه قتاده والزهري: سمع انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا فضل بن مساور ختن أبي عوانة، يعني زوج بنته، قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. اهتزاز فرح وإيه وتعظيم لمقامه وروحه. شوف العرش ده أعظم ما خلق الله حجما، هو العرش. العرش ده الكرسي واسع السماوات والارض، الكرسي الواسع ده بقى الواسع السماوات والارض بالنسبه للعرش كحلقه في فلاه. فشوف انت عالم العرش ده يبقى ايه من الضخامه، وشوف قد ايه مقام سعد قد ايه عند الله عظيم لما يخلي مخلوق عظيم كالعرش يهتز لموته، لدليل عظم مقامه عند مولاه. اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش: حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقال رجل لجابر: فإن البراء يقول اهتز السرير. البراء بقى مش مصدق إن عرش ربنا هو اللي اهتز، البراء نفسه مش متصورها. فكان يقول إيه؟ يقول اهتز سرير سعد، يعني السرير اللي كان نايم عليه في الجنازة هو اللي اهتز، وده بالنسبة له العرش لأنه نام عليه. فمش مصدق سيدنا البراء من عظمتي إيه، مش متصورها يعني. فيقول لهم إيه، يقول اهتز السرير. فقال: إنه كان بين هذين الحيين ضغائن. فقال لك إيه، آه، علشان إيه عائلة البراء وعائلة سعد بن معاذ بينهم بتاع، فهو بيهون شوية. لكن انا لا اعتقد انه بيهون، لان الصحابه ما فهمش الحكايه دي، لكن هو من شده عظمه ما سمع فهمها بعرش السرير وليس عرش الرحمن. فهمت بقى ازاي؟ اللي هو السرير الذي يوضع عليه جسم الميت بعد غسله. فقال: انه كان بين هذين الحيين ضغائن، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن. اهو هنا نسبها ايه لله، ما قالش اهتز عرش سعد، لو قال عرش سعد يبقى السرير اللي نايم عليه، فهم؟ لكن قال هنا اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن عرعره قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن ابي امامه ابن سهل بن حنيف
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ، أناسا اللي هم بني قريظة، يبقى الأناس هنا اللي هم مين؟ بني قريظة. أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه، فجاء على حمار مريض مجروح محموم، فهمت؟ بسبب الجرح اللي أصيبه في غزوة الخندق. فلما بلغ قريبا من المسجد، أو لو بتقرأ كده المسجد تفتكر أن النبي كان قاعد في مسجده، لا يا سيدي، ده المسجد الذي كان موضع صلاته عند حصار بني قريظة، فهمت؟ كان النبي لما يذهب أي حتة يتخذ بقعة يصلي فيها، يسموها مسجد. أما يروح أي مكان يتخذ بقعة فيها يجعلها مسجد له، فهمت بقى إزاي؟ فالمسجد هنا هو المسجد الذي كان يصلي عنده عندما حاصر بني قريظة. فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى خيركم أو سيدكم. فقال: يا سعد، إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال: حكمت بحكم الله أو بحكم الملك، رضي الله عنه وأرضاه. باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر. أسيد بن حضير أوسي أيضا زي سيدنا سعد بن معاذ، أوسي توفي في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب سنة 20 هجري، وصلى عليه سيدنا عمر بن الخطاب ودفن بالبقيع. أسيد بن حضير وعباد بن بشر أوسي أيضا، عباد بن بشر أوسي أيضا، استشهد باليمامة لما كانوا بيحاربوا مسيلمة الكذاب في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق. وعن أبي قال: حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. الرجلين دول مين؟ اللي هم أسيد بن حضير وعباد بن بشر، خرجوا من عند النبي في ليلة مظلمة، يعني ما فيهاش أمر، فهم؟ ليلة شديدة الظلمة. وإذا نور بين أيديهما، خرجوا هما ماشيين في شدة الظلام، ربنا عامل لهم نور منور قدامهم، طول ما هم ماشيين قدامهم نور، نور خاص كده، كرامة لهم، فأنار لهم الطريق الحسي بعدما أنار لهم الطريق إلى الله، فهم؟ وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا. فلما جم تفرقوا، عشان ده بيته هنا وده بيته هنا، افترق النور معهم حتى تفرقا، فتفرق النور معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار، قال حماد: أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في آخر الحديث بين لك مين الرجلين. باب مناقب معاذ بن جبل الخزرجي. يبقى ده مش أوسي بقى، خزرجي سيدنا معاذ بن جبل، توفي في طاعون عمواس سنة 18 هجري، وعمواس في الأردن، شهيدا وكان سنه صغير حوالي 36 سنة سيدنا معاذ بن جبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث العلماء يوم القيامة إمامهم معاذ ابن جبل، وبينه وبين أول واحد خلفه رمية حجر كمان، يعني محدش قرب لمقامه كمان في العلم. شوف انت علماء المسلمين دول على مر العصور، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، شوف الإمام الشافعي، أحمد بن حنبل، الأئمة الكبار على مر العصور، آلاف مئات الألوف من علماء المسلمين الكبار، كل دول من إمامهم يوم القيامة سيدنا معاذ بن جبل، وبينهم وبين سيدنا معاذ كمان رمية حجر، يعني سابقهم، ومات عنده 36 سنة إمام العلماء رضي الله عنه وأرضاه. والنبي بعته قاضي لليمن، وهو اللي بين حجية القياس سيدنا معاذ. قال له: بما تحكم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. أدي القياس، فهمت؟
فكان سيدنا معاذ عالم كبير من علماء الصحابه رضي الله عنه، وانصاري خزرجي. وعن ابي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن عمرو عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القران من اربعه، من ابن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه وابي اللي هو ابي بن كعب ومعاذ بن جبل، ادي اربعهم ذكرهم النبي. باب منقبه سعد بن عباده رضي الله عنه كبير الخزرج، يبقى سعد بن معاذ كبير الاوس وسعد بن عباده ده كبير الخزرج. توفي في الشام سنه 14 او 15 هجري رضي الله عنه، لانه ترك المدينه بعدما وقع الاختيار على سيدنا ابي بكر خليفه، وكان غير موافق ان اللي يخلف النبي يكون مهاجري ويتركوا الانصار لا يتولوا شيء، وهو اصلا كان زعيم قومه. فلما اعترض عمل عمل فتنه، لم قومه كده وقال لا الشعب يريد تغيير النظام، ما عملش كده ابدا. شوف الصحابه كبار محترمين تربيه نبويه شريفه، عمل ساب المدينه وهو زعيم فيها وعاش في الشام غريب، واخد بالك، حتى لا يخرق عصا المسلمين. شفت انت مش مقتنع بحاجه ما يجراش حاجه براحتك، لكن ما تكونش سبب فتنه للمسلمين يا اخي. وده اللي حصل مع سيدنا سعد بن عباده. سعد بن عباده راح ترك المدينه بعد وفاه النبي، واجتمعت كلمه الناس على سيدنا ابي بكر، فلم يبايع سيدنا ابو بكر وخرج الى الشام، فهمت، وقعد في الشام هناك فتره حتى مات وهو يبول في بئر، قيل انه قتله جني، لأن الجن هتفت وقالت شعرا أنهم قتلوا سيد الخزرج سعد بن معاذ، فوجدوه ميتا في البئر. كويس؟ ومات سنة 14 وقيل 15 هجري في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب بالشام. باب منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه. وقالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا، فقرة من حديث الإفك الطويل، فقرة قصيرة كده. سيدتنا عائشة قالت وكانت من قبله رجلا صالحا، لما لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من يعذرني من رجل نال من أهل بيتي، فقام سعد بن معاذ، قام وقال قال يا رسول الله إن كان منا فقل نضرب عنقه، وهم عارفين إن أبي عبد الله بن ابي بن سلول اللي هو المنافق ده منين؟ من الخزرج، وسعد بن معاذ من من الاوس. ام سيدنا سعد علشان ده اوسي يقول له نقتله، واخد بالك، تقتله علشان يعني هو انا زعيمهم، ازاي تتكلم انت تتعدى؟ لو النبي امر بقتلي انا اللي اقتله، فهمت ازاي؟ فهم كانوا مش بيمتنع انهم يقتلوا، خد بالك الناس بتقرا الحديث وتفهمه غلط. سيدنا سعد بن عباده بيقول لما كان عبد الله بن ابي من قومه، وسيدنا سعد بن معاذ اقترح ان يقتل وهو من الاوس، قال له تقتله ازاي؟ امال انا رحت فين؟ انا اللي اقوم بقتله. فحصل نزاع وكاد الناس تقتتل على بعض، فالنبي سكتهم. فهمت ازاي؟ فالناس بتقرا الحديث وبتفهم ان سيدنا سعد بن عباده كان بيدافع عن عبد الله بن ابي، ابدا. ده بيقول له احنا احق بقتله لو امر النبي لانه من قومنا. ازاي نجيب واحد غريب من من اسره ثانيه وقبيله ثانيه يقتل واحد من قبيلتنا؟ احنا اللي نقتله بايدنا، لان معزه النبي عندنا اكثر من معزتها عندكم. فكانوا يتنافسوا في ارضاء النبي. فهمت؟ لازم تفهم على فكره مواقف الصحابه بطريقه تليق بحبهم للنبي. فالمهم، فسيدتنا عائشة بتعلق على هذا الموقف بتقول وكان قبل ذلك رجلا صالحا، يعني دليل ان تاريخه السي في بتاعته اللي قبل كده تدل انه راجل صالح، فافهم غضبه لسعد بن معاذ انه مش نصرة للمنافق، لا ده نصرة للنبي. كان سيدتنا عائشة بتدافع عنه، لانه ممكن في زحمة الخناقة
الناس تفهم ان هو بيدافع عن المنافق. فسيدتنا عائشة بتقول لا، ده تاريخه بيقول انه راجل صالح، مستحيل يكون بيدافع عن المنافق. فهمت بقى ازاي تحسن الظن بيه يعني. وعن أبي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، فقيل له قد فضلكم على ناس كثيرين، لكن انتم ما زلتم افضل من ناس كثيرين. ونقف على باب مناقب ابي بن كعب غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.